طبعا لان النهارده كان اول يوم نجتمع، بحس ان احنا هيبقى في جلسه طبعا تنظيم الشغل. وطبعا بشكر لجنه الكوره ومجلس الاداره طبعا على يعني التكليف ده، وان شاء الله نبقى عند حسن ظنهم. قعدنا النهارده طبعا حطينا خطوط عريضه وكده، ونتمنى ان شاء الله ان الشغل، احنا كلنا اولاد النادي الاهلي وكلنا عارفين طريقه الشغل في النادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله نبقى موفقين ان شاء الله. يعني جماهير الاهلي احنا دايما عند حسن ظنهم، وهم سبب من اسباب يعني مكانه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، فان شاء الله بنوعدهم بكل حاجه كويسه، وان شاء الله كل واحد يبذل اقصى ما في وسعه.